السلام عليكم إخوة الأخوات، صحاب قناة إلكترو تكنور، مرحبا بكم. اليوم غادي نشوف معكم واحد المسألة مهمة بزاف، اللي هي اللي بين إلكتريك. هاد اللي بين الإخوان اللي يعني عندهم واحد الدور كبير يعني في البريستيج ديال الأرموار ولا ديال الكوفري إلكتريك. يعني قبل لا تكون الالكتريسيتي حرفه او مهنه او راه فن الاخوان، يعني خصك تفنن في شي صناعه ديال الارموار ولا ديال الكوفر الكتريك، ولا يعني تبقى البصمه ديالك كيف ما كيقولوا. يعني اول حاجه غادي تجي غادي تفتح واحد الكوفري غتلقاه بهذا الشكل هذا، يعني 100% غادي تانسيتي هاد السيد اللي دار هاد اللي دار هاد المسائل هادي. بار اكزومبل بحال هاد هذا شويه، ولكن بحال هاد الطابلو الاخوان هاد، يعني شنو هذا؟ شنو هو؟ غتجي الارض الواقع راه تلقى خدام هاد الطابلو الكتريك، ولكن راه ماشي خدمه هادي، ماشي خدمه الاخوان. يعني غادي تخدم واحد الحاجه، خدمها هذاك اللي غادي يجي من موراك. اول ما غادي يفتح هذاك الكوفري ولا داك الارموار غادي يشوف خدمه نقيه، غادي يدعي معاك في دار الغيب. يعني غادي يقول هذا السيد الله يرحم ليه الوالدين، يعني خدمه نقيه، خدمه حتى الا كانت شي اونبان ولا شي حاجه اوليو باش غادي يدير واحد النهار ولا ثلاثه السوايع ولا اربعه السوايع الله اعلم شحال، غادي يمشي ديريكت هو غادي يلقى لونبان ديالو. بار اكزومبل يعني لا بلي بار فينا ما غاديش نعمم، كنا كنخدمو بهاد لي هاد لي شانت هاد لي بون هادو. هاد لي بون يعني كانوا من زمان وباقين دابا، ولكن انهم خرجوا دي بين، انا غادي هما اللي غادي ندير الدرس عليهم اليوم ان شاء الله. يعني اللي التكلفه ديالهم رخيصه، ولكن كيعطيو واحد المنظر، واحد لي استيتيك للكوفر الكتريك. الخدمه اللي كانت من قبل كنا كنعرفو دي جونكتور، كاينه باريت ديال النوتر، باريت ديال الفاز، وكتوقع واحد ريبارتيسيون، كاين اللي كيدير دي غولوت، كاين اللي كيدير سميطات، كيهزم هاد الكابليات. المهم كله كيفاش كيخدم. من قبل يعني كيف ما قلت كان دي جونكتور، كان هاد الباريت ديال النوتر، باريت ديال الفاز، وكيجيو كي اليمونتيو مثلا شحال من غونجي عندك في هذاك الكوفر. يعني بهذه الطريقه هادو اللي كتشوفوا هادو هما اللي بين اللي غادي نهضروا عليهم اليوم. يعني هما هادو، يعني كي اوليو باش ندير انا هادوك لي بون ولا هادوك لي شانت كنديروا هاد البين هذا. واخا من بعد اشنو جا؟ جاو هاد لي بين هادو الاخوان، هادو كيتسموا دي بين اوريزونتال يعني ناسي. من بعد جاو هاد الفيرتيكال هادو، تا هما ولينا كنشوفوهم في الكوفر. غير باش نوضح الاخوان، راه كل مارك عندها لي بين ديالها فيرتيكال اوريزونتال. ناخذ على سبيل المثال شنايدر او ابي بي، شنايدر عندها لي بين ديالها وابي بي عندها لي بين ديالها. دونك هادو قلنا لي بين فيرتيكال وهادو اوريزونتال. من بعد ولاو عندنا هاد لي بين هادو اوريزون فيرتيكال كيف ما قلت. غير هنا كاين واحد الاشكال الاخوان، يعني طريقه راه غتخدم الا درتيها. بار اكزومبل غادي دونك هادي هي البين فيرتيكال، بار اكزومبل غادي تجيب كابل داليمونطاسيون غادي ديرو مع واحد السنينه من هادو، ولكن هي مقبوله. ولكن الا بغيتي تزيد يعني تفنن في الارموار ديالك، يعني ما ديرش هاد لو كابلاج هذا، يعني هاد لو كابل تدخلو مع هاد السنينه هنا، وتجيب لو نوتر حتى هو تدخلو لهنايا. كاينه طريقه اخرى، بار اكزومبل عندي هاد ديجونكتور اللي بين فيرتيكال هما هادو، دونك كنجيب انا هاد البين فيرتيكال هادي كنزيدوها الاخوان اذا كان عندنا واحد الرونجي لتحت. يعني كان عندي غونجي وعندي غونجي، يعني كنزيد هاد البين فيرتيكال. غير هنا في لا ليزون
كيتباعوا واحد لي راكور على هذا الشكل هذا. دونك تدخلوا مع هاد السنينه لهنا والكابل داليمونطاسيون كتجيبو كتدخلو لهنا وكتسد عليه بهاد الفيسير. دونك هنا كتبان خدمه نقيه، يعني بحال كيبقى عندك غير الكابل داليمونطاسيون، وهنا عندك لي بين اوريزونتال وهنا عندك لي بين فيرتيكال. هاد لي راكور الاخوان هما هادو اللي هضرت عليهم، ها هما كتشوفوهم لهنايا، ها يعني كيبانوا استيتيك، كتبان خدمه نقيه. وهذه راه هي البين، هي هادي فوالا، يعني كيبانوا لك غير لي كابل ديال لا سورتي دي ديجونكتور. الفوق ما كاين غير الكابل داليمونطاسيون ديال لي بين، وحده ديال النوتر وحده ديال الفاز. بار اكزومبل عندي واحد السيري فيها غير دي ديجونكتور اني بولار، راه كيتباعوا دي بين ديال لي ديجونكتور اني بولار بحال هاد الشكل هذا، بحال الشكل اللي غادي نشوفو دابا نيت في واحد الفيديو. خليكم مع الفيديو. وما تنسوش الاخوان هاد لو تريك هذا، يعني بور الكابل داليمونطاسيون. دونك دابا ندوزو للفيديو باش نشوفو هاد لا ليزون هادي، يعني في ارض الواقع. بحال اللي كنشوفو هنا، هادو دي ديجونكتور اني بولار، يعني استعملت ليهم هاد البين هذا، يعني ولات كتبان الخدمه نقيه. بار كونطرا هنا هاد لي ديجونكتور تريبولار، يلا غادي نعمل ليهم لي بين ديالهم، يعني باش تولي تبان خدمه كومباتيبل بحالهم بحال هاد لي اني بولار. كاينين عندنا دي بين تريبولار، يعني كنديروهم لي ديجونكتور اللي عندهم 3 بول بحال هذا الشكل هذا. بارفوا كيكونوا عندنا غير واحد السيري ديال لي موتور، يعني دي بار موتور. دونك اوليو باش نبقى ندير هذوك لي شانت من الفوق، كندير هاد لي بين تريبولار. كاينين عندنا دي بين تيترابولار اللي كنديروهم في دي ديجونكتور اللي كيكونوا تيترابولار، كيكون في نوتر و 3 فاس، يعني كنديروا هاد لي بينين. وهاد لي بين الاخوان يعني راه ممكن كتلقى بارفوا واحد البين اللي طويله بزاف وبغيتي تقطعها، راه ممكن تقطعها، غير الا كنتي كتفكر غادي تقطعها ما تنساش لي بوشون ديال هاد لي زيكستريميتي هادو، راه كيتباعوا تما الاخوان. هاد البوشون هذا راه مهم، يعني راه كلشي مكاشي، ولكن غادي تبقى عندك هاد النحاس بين لهنا وديز فيه الضو، ممكن شي حد يدخل يدو تما ولا شي حاجه يقدر يقيس الضو. دونك هادو لي بوشون ديال لي زيكستريميتي ديال بين. دونك غادي نشوفو بالنسبه لهاد لي بين ديال تريبولار، نشوفو واحد الفيديو ارض الواقع حتى هو في واحد الارموار. هادو دي ديجونكتور موتور تريبولار كيف ما كتشوفو، حتى هما بلي بين ديالهم فوالا، لي بين هما هادوك لي نوار الاخوان، هما هادو. دونك يعني كيعطيو واحد ليستيتيك للارموار والخدمة. هذا سوسون دي بين، هادو دي بين ميكست كتشوفو، يعني كاين دي جونكتور تريبولار وكاينين دي جونكتور اني بولار، يعني مجموعين في بين وحدة. هاديك لو نوار اللي كتشوفو. بارفوا الاخوان كنلقاو دي ديجونكتور بهاد الشكل هذا، دي كابل ميلتي كولور، حتى هي خدمه نقيه مزيانه، يعني افيك دي زومبو، خدمه ديزا الحق وطريقه. ولكن لهنا الاخوان كنستعملوا واحد ريبارتيتور،
هاد ريبارتيتور حتى هو كيسهل الخدمه بزاف. يعني كنبقى نتيري منه لي كابل وكنجيب ليه هنايا باغ اكزومبل. عندي هنايا لاحظتوا 4 جو دو بار، يعني لو نوتر و 3 فاس بحال اللي غادي نشوفوا في واحد لارمور دابا ان شاء الله. اذا كيف ما كتشوفوا اللي هنايا خدمه نقيه، يعني افيك لي زومبو افيك لي كولور دي فيل، ولكن اللي ساهم في هذا الشيء هو الريبارتيتور. هما هاد لي دو ريبارتيتور اللي امامكم، هاد لي دو ريبارتيتور هما اللي عطاو لي ديجونكتور. دونك الاخوان نتمنى تكونوا استفدتوا، تبارك الله عليكم، ما تنسوناش من الدعم ديالكم كما العاده.